باش تختار التشكيلة التاريخية للسي اس اس. التشكيلة التاريخية للسي اس اس في الجول جارديان سكور. في الجول هو أكثر جول معناتها قد ولعب ونقدره برشا ونحبه برشا عبد الواحد بن عبد الله معناها على يمين نادي على يمين حاتم طرابلسي على اليسار ولو هو مختار ذويب زاد ما حاتم طرابلسي لعب في نيفو عالي على اليسار علي معلول في اللاكس سامي طرابلسي وكريم غربال بون باش يكونوا اكثريتهم من جيليا خاطر اللي نعرفهم لازم تختار الكل حتى قبلك ولا حتى نعرف بعد نعرف اخترت لك عبد الواحد بن عبد الله مختار ذويب مع حاتم قبل في الوسط في الوسط في الوسط سي سي اس بون حماد العقربي هذاك ما فيهش كلام حماد العقربي واسكندر السويح البيفو رغم اللي ما كنتش علاقتكم بيا تحط اسكندر السويح لا فما شوف فما معناتها هذه حقيقه معناها ما نجمش انا نقول اسكندر السويح مش ملاعبي ممكن انا عندي معاه مشاكل شخصيه لكن ملاعبي كبير بعد العقربي يجي شو اسمه ناقص بيفو هذه التشكيله اي ناقصني بيفو بيفو ماني نحب نستحضر القدم زاد شويه باش ما نظلمهمش بون نجم يكون سفيان الفقي سفيان الفقي باه قدام تلعب ثلاثة قدامه القدام نلعب ثلاثة على اليمين بون شوف هو الفو ميو معناتها تلعب 4 4 2 في السي اس اس اكثر وقت تلعب 4 4 2 تلعب اربعة في الوسط تزيد واحد اخر في الوسط تزيد مع معناتها مع سفيان الفقي تزيد تنجم تزيد شو اسمه باب ماليك باب ماليك باه شكون دوز اتاكون لي دوز اتاكون بون محمد علي عقيد الله يرحمه الله يرحمه ومحمد صالح مفتاح قمامدية ما يكونش والله قمامدية خلينا عمل لك مشكلة لا لا قمامدية عماد بن يونس هذوما الكل أما اخترت اللي معناتها محمد صالح مفتاح ومحمد علي عقيد الله يرحمه كانت هذه ليكيب تيب يعطيك الصحة